مرحبا بكم متابعينا. نجلاء بدأت تحقق نجاح باهر مجددا وتجلب استثمارات بالملايين الدولارات نحو البلاد التونسية، وهذا الكل في ظرف وجيزة. شكرا معالي رئيسة الحكومة على عملك في صمت، ولغة العمل هي الوحيدة اللي تتكلم. اللي وقعت رئيسة الحكومة نجلاء بودن مذكرة تفاهم بين تونس وبريطانيا في مجال الطاقة المستدامة، هذا اللي يخلي بريطانيا تدعم تونس بأكثر من 50 مليون جنيه استرليني، بما أنه بريطانيا تدعم أي دولة داخلة في مجال الطاقة المستدامة. اللي أشرفت رئيسة الحكومة نجلاء بودن يوم 7 جوان الفايت بقصر الحكومة بالقصبة على موكب توقيع مذكرة تفاهم بين بريطانيا وتونس في مجال الطاقة المستدامة، وهذا بحضور وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين السيد عثمان الجرندي، ووزير الصناعة والمناجم والطاقة السيدة نيلة نويري الجنجي، ووزير الدولة البريطاني والمبعوث الدولي بما يعرف بمجموعة الكومنولث السيد طارق محمود أحمد، وسفيرة بريطانيا بتونس السيدة هايلين وينترتون. مذكرة التعاون بين بريطانيا وتونس هذه تخلي بريطانيا تدعم تونس بأكثر من 50 مليون جنيه استرليني، حتى تقوم تونس بإنشاء ألواح شمسية بالاستعانة أيضا بشركات بريطانية منها رولز رويس وشركة بتروفاير. الألواح الشمسية هذه باش توفر أكثر من 2000 ميجاوات من الطاقة الشمسية، وتنتج أكثر من 35% من الكهرباء المتجددة في تونس، وباش نستغناو على أغلبية المولدات اللي تشتغل بالغاز، وهكا حتى فاتورة الكهرباء تنقص على الشعب التونسي. والمشروع هذا باش ينتهي في موفى سنة 2030 وتكون تونس متكفية ذاتيا بالطاقة المتجددة. الحمد لله إن قاعدين نشوفوا في بلادنا تتقدم، وإن شاء الله الإنجازات اللي جاية خير. في آخر الفيديو ما تنساوش باش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش ما فيكم بكل المستجدات.